إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. ما حكم المطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها دون أن يراجعها الزوج؟ وكيف تعود إلى عصمته مرة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان الطلاق رجعيا بأن كان أقل من 3 تطليقات وكان بعد الدخول ولم يكن على الإبراء أو على مال، فإنه يجوز لهذا الزوج أن يعيد هذه الزوجة إلى عصمته ما دامت في العدة. فإن انقضت عدتها دون أن يعيدها إلى عصمته أصبح هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة صغرى، فلا تعود الزوجة فيه إلى عصمة هذا الرجل إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. والله أعلم. يا من إليك تضرعي ورجائي. دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.